السلام عليكم ورحمة الله. وصفتنا اليوم بسكويت اللوتس البيتي، زي ما وعدتكم بوصفة مظبوطة للبسكويت، وصراحة ما في فرق في الطعم بينه وبين الجاهز، بتمنى تجربوه. بسم الله نبدأ. بنحتاج لنص كوب سكر بني، وستة ملاعق كبيرة زبدة، وملعقتين ماء. بنضرب الزبدة مع السكر البني لحد ما يبقى كريمي، وبنضيف الماء. بالنسبة للمكونات الجافة، كوب دقيق عليه زيادة ملعقتين على حسب نوع الدقيق، وربع ملعقة بيكربونات الصوديوم، وربع ملعقة هيل مطحون، وربع ملعقة جوز الطيب مطحون، وربع ملعقة قرفة، وربع ملعقة قرنفل، كلهم مطحونات. لو ما متوفر عندنا السكر البني، ممكن نستخدم سكر أبيض مع إضافة عسل أسود. مزجت كل المكونات الجافة مع بعض وضفتهم للزبدة مع السكر. لو احتجنا مواد سائلة بنضيف ماء، وبنترك العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة، وبفرد العجينة على ورق زبدة. أنا حاولت أجيب شكل قريبة لبسكويت اللوتس الجاهز أو نفس المقاس. بالنسبة للبرنت أو الطابعة بتاعت البسكويت، جبتها من أليكسبريس. الطابعة بتجي حروف وأرقام، وانت بتركب أو بتعمل الكلمة اللي انت عايزاها أو الاسم اللي انت عايزة تكتبيها في البسكويت، بترتبيهم زي ما شايفين. كتبت على البسكويت لوتس، وبندخل الفرن على 325 لمدة تلت ساعة. وبتمنى الناس اللي طلبت الوصفة تجربها وتديني رأيها. ده الشكل النهائي، وما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب وشير ولايك وتفعلوا الجرس.